يلا ارضى عليك، اعطي بالك انا رايح ريح شوي. يا عمرك يا ابي عمرك. يلا مسكين يا ابي، شو بدك تتحمل لا تتحمل. مع السلامة بشير. دعي لي جميلي. شو ولي عمي ابو حسام؟ شو عم تساوي هون ولا؟ اهلين عمي ابو حسام. هيك اهلك ربوك؟ على قلت الادب قلت الحياة؟ والله يا عمي ابو حسام. ولا؟ نحن اهلنا علمونا وربونا وتندق ابواب الناس نعطي ظهرنا لاصحاب البيت، وعلمونا نخاف على حريم الجيران قبل ما نخاف على حريمنا. وين ابوك ما رباك هيك ولا؟ والله يا عمي بتروح بتقول له لابوك ادبني وربيني، فهمت؟ وخبز ما حتبدا معكم. طيب ورشدك اذا تشوفه هون بكسره. روح يا لعنك، لا فيك شرف ولا فيك ناموس. تعال شو ليش تاخرت لهلا؟ كنت عم بدي الخبزات لبيت عمي ابو حسام. اي وبعدين وين رحت؟ ما رحت على محل. ماشي، فوت جايز خبزات عمك ابو حاتم مشان توصلهم بسرعه. يلا جاهزين الخبزات عمي بشير؟ تكتب كون جاهزين عمي. لك يا ابو طه خلصونا، شو صار لكم اليوم؟ أبو عصام؟ العمى ليش ما رد علي؟ شبو؟ لما قلت لك ديري بالك ما سمعتيني، هي أبوك شافك عم تحاكي، وإن شاء الله تكون قتلتك انقضت وما يشوفك أخوك مع تزوين عرق قتلة تانية. قولي على قامتي؟ إي لكان، كان لازم تعملي حساب سمعتك، ومو بس سمعتك، هي سمعت العيلة كلها، قعدتني إياكي شو حمارة. بس بشير قصده شريف، والله قصده شريف. لو شريف كان بعد امه وابوه يحكوا فيكي. حالة امك هي اللي اخرته والله. يا اختي انا معك وبعرف انه بشير قصده شريف، بس الناس ما بتعرف، يعني اذا حدا شافك واقفه معه عند الباب شو بدهم يقولوا؟ اكيد رح يقولوا شي صار وشي ما صار، ورح يفلت لسانهم عليكي، وما رح يقولوا بده يخطبها. لا ما رح يقولوا، ورح يحكوا عليكي وينشروا عرضنا. يا اختي الناس ما بترحم، والله اللي فينا مكفينا. Oh
شيء؟ لا بدك شيء ولا شيء. احكي يا بي فطفي. خلص ابي عم اقول لك ما في شيء، خلص ما في شيء. تأمل. هلا متى ما اجى ابوكي بتركضي على رجلي وبتبوسي له اياهم. ما بدي هلا بتضربني مرة ثانية. اي معلش يضربك مرة ثانية ويكسر لك راسك كمان، احسن ما يضل زعلان منك. ها يمكن اجى ابوكي مثل ما قلت لك بتبوسي ايدي ورجلي، انا سابقتك الحقيني. ستر ما شافني بكيانة، كان سألني ليش؟ يمكن جاي يتغدى. دلال الله يوفقك انت حطي له لك. لك وينكم يا بنات؟ جيت لعندك اخي. ليكي انت فوتي لجوا واذا نادالك لا تطلعي، رح قول له انك ضعفانة. اولياء على كسرتكم من زمان عملوها. صدقيني لو ما لميت لك اياهم من بيوتهم وحدة وحدة ما كنتي شفتي حدا منهم. يا ليش مين جاب فكرة الزيارة؟ الصراحة والله انتي شفتي شلون انك دايما بالقلب ام بشير. تسلمي. مو مثل بعض جماعة ما بيتذكروا حدا. ومين هن الجماعة دخلي؟ تعرفيهم ام زكي. يو يعني مو حضرتكم انتو التنتين؟ ايه سكتي سكتي يلي بيسمعك بفكرنا انه نحن نسيناكي. يا ميت اهلا وسهلا فيكم. فيكي تقبريني وبقامتك وبصحتك. ام ابراهيم شايفتك مو على بعضك، خير فيكي شي؟ احكي لك اختي فشي قلبك. لا ما في شيء بس متضايقة شوي. خير عدلية خانو احكي لنا في شيء قلبك، شو اللي مضايقك؟ يعني ان شاء الله متضايقة لانه ما حدا عم يعطيها بنته لابن ابراهيم. مو هيك عدلية ولا انا كذابة؟ لا مالك كذابة. انا بنصحك تقيبي من بالك جوازة ابراهيم من غير دلال، لانه بده يجعك راسك من القال والقيل وتشعيل الفتيل. اي والله والله لينحرق قلبه على دلال. صدقوني يا جماعة انا ما بدي غيرها بس. نعرف نعرف، مشان هيك نحن عم نقول لك لا بقى تروحي لعند حدا، لانه ما حدا رح يعطيكي لو تطرقي راسك ميت حيط. يلا هالحالتين جوزي ما عاد فتح لي سير ابنه. ايه بيكون احسن مو هيك ام زكي؟ معلوم. لك وانتي طنشي كمان. هدى تعي عبي لي كاسه تانية خالتي. ليش عم تقصدي يا يامو؟ اول مره اجى عمي ابو عصام وتاني مره اجت مورات. يبعت لحم المذكوره يا ابو، هن بدهم يرجعوني وانت عم بتقلعيهم. طيب ليش هيك؟ لانهم ما عادوا استحوذوا على حالهم. بس انا بدي ارجع لعند جوزي. ما فشلتي بعينك رجعك لعندهم؟ ولك انت هيك عم تستصغريني قدامهم. طيب ليش يا امو؟ ليش؟ ولك ما شفتي شلون موران نسبتني؟ انت الحق عليكي، هي جايه لعندنا زياره احباب امتي، انت قلبتيها زياره مزبات وخناق. لانه اللي ساووه معك يا جد بذل الك والي ولكل عيلتنا. الله يرحمك يا عمي الزعيم، لو كان عايش كنت قلبته فوق روسه. بس وينك؟ ناويتلن على نية لحتى يتذكروني فيها لولد ولدن، وما بكون فريال إذا ما سويته. يا جماعة مو ملاحظين إنه نحنا مقصرين مع ست سعاد؟ لا أنا من جيتي عم زورة بس مو كتير. مو بس مقصرين، نحنا نسيناها بالمرة. اي والله نسيناها ونسينا سهراتها. طيب ليش؟ والله ما لي عارفاني شو بدي أقول. شو بدك تقولي؟ احكي ست شهيرة ليش مستحية؟ صراحة نحن بعدنا عنها بعد ما اتطلقت. يو وشو ذنبها؟ وليش نتركها؟ تصوروا اذا صارت شغلة مع واحدة منا، يعني لازم ننساها وما نعود نسأل عنها؟ كلامك مزبوط عدلية خانو، نحن ما بنقدر نتحرك دون اذن رجالنا، هيك ربينا وهيك اهلنا علمونا وهيك رجالنا بدهم. وانا هيك كنت بدي اقول. الحمد لله أنا لا عندي رجال يأمرني وين ما بدي بروح ولا بسأل على حدا. إيه بس هذا ما بيمنع ناخد إذن من رجالنا ونروح نزورها، بتضل سعاد خانم مثل أختنا. شو قلتي أم زكي؟ إمتى ما بتكون أنا جاهزة. Thank you.
يلا قومي روحي لعنده. ما بدي والله خايفه. يا دلال عجبك هينا دالي؟ دلال ايه يا بي يلا جاي. لا أبي ما بدي أشوف خلقتها بنوب. الله يوفقك يا أبي والله ندمانة. لك أبي أنا من أمتى بعيد الحكي؟ خلصنا بقى أمرك يا أبي. روحي يا أبي الأرض عليك روحي حطيني عشان أنا وأخواتك. يلا على عيني. يا والله إيه أختي حطيني عشان مخور من جوا حسلت من طولي. على رأسي. مساء الخير يا أبي. أختي والله سعاد بتضل مرة مثلنا بس هذا المقدر عليها يا رجال. وضروري تروحوا لعندها انتو الكل. روحوا لعندها واحدة واحدة. بعدين انا مالي موافق على زيارتك لعندها. خليها هي تيجي لعندك. لانه ابن عمي ما بتحسن تطلع من البيت ولي على قامتي. ليش بقى؟ شو ناقصها؟ لانه اخوها ابو شهاب مانعها وقايل اذا بتطلع من البيت لا انا اخوك ولا بعرفك. وهددها بده يتبرى منها مسكينة. وليش هيك قاسي عليها كل الآن؟ لانه ما بده اياها ترجع لبيت جوزها. ما حلا يرجع لعنده بعد اللي صار بأبو عصام. يعني موافق ابن عمي؟ امتى رايحين؟ بكرة ان شاء الله. وشو جاب على بالكم؟ انت قول موافق وبنوبك اجوا صواب ابن عمي. تاخذي خيرية معك ها؟ لا تخليها بالبيت لحالها عم تفهمي؟ حاضر ابن عمي. مساء الخير. مساء النور. طلعي لبرا. شو بها يا بي شو عامله؟ زعلان من ابي. ليش شو مساويه؟ شغلي. وليه جميله؟ اود بدي افهم شو مساويه يا بي. مو على البابور الاخرس وكسرت له راسه. ابي كسرتي راس البابور وليه؟ كسرتي راسه؟ والله ما عاد عيده يا ابي. هات ايدك لبوسه هات رجلك لبوسه. روحي اطلعي لبرا هلا خرجي. يا ابي والله مو محرزه تقلعنا على السفره لانه كسرت راس البابو. لا ابي محرزه محرزه خليت تعلم دير بالها منيح. بكره بيت جوزها اذا كسرت لها شي شغله ولا شي واعه شو بيقولوا عليها العالم؟ شو بدهم يقولوا؟ لا علمناها ولا ربيناها جاي لعنا هيك بدون تعليم لك ابي. والله مزبوط. والله ما تعيدها لأكسر لها إيدها فهميها هالشي. كول يا بي كول.